لبنان انه بنخلط الكلام نحن وعم نحكي، يعني كلمه عربي، كلمه فرنساوي، وكلمه انجليزي، وقت بنعمل تشات بنخلط هالثلاث لغات وبنزيد لهم ارقام واوقات سمايلي فيسز وكتار غيرها. من هيك اطلقت نوكيا بالتعاون مع شخصيتين محبوبين، عادل وعباس من مستر لغات فيديو، نحضره سوا. ايه يلا جاهزين؟ اوكي ستاند باي اكشن. بس انا بس انا لما اشوفه مطول معلم؟ لا ما مطول. لا شو بدك مني؟ عادي عيد ميلاد صاحبتي بكره. اوكي وبدي اعمل لها ستريبتيز. ايوه شو ستريبتيز؟ مفاجاه يعني. سيربريز عباس سيربريز. شو قلت انا؟ قلت سوري فنان اجينا مسج. كات. من مين؟ نادر ابن اختي. شو بده؟ شو خصك شو بده؟ بي جي ار فايف الو. شو بي جي ار؟ مت اي جيرل شي ام فايف الو. شو عم تقرا انت؟ ايم ان 3 اكس او اكس او. لك هيك لهون، هي تعني بقرا لك اياها. انت بدك تقرا يا مستر لغه؟ معني مالك اللغه ولا عادل شو بك انت؟ هات لشو؟ يا حية بونجور خالو متاجر شي روكس خالو ام ان لاف هاجز اند كيسز. كيف قريتها هي الوي؟ ما مالك اللغه انا ولا عادل شو مثلك تشطوشه؟ عمى تضحكوا بلا سنين انت وياها وياها وياه. فرجوني شطارتكم على نوكيا فيسبوك تشوف. تفاصيل أكثر عن هالحملة مع السيدة ميشيل صدي حاتم. وصلنا ميشيل، مساء الخير، تفضلن. I'm glad you came. ميشيل صدي حاتم مساء الخير. بونسوار. صدي حاتم تكتبي حاتم مع سبعة ولا بلا سبعة؟ لا هو حاتم مع سبعة. حاتم مع سبعة. خبرينا شوي أكتر، كويرتي مي هي كانت الحملة تبعيتكم بنوكيا، بس كان التركيز على قديش نحن بلبنان بنستعمل الأحرف، يعني بنستعمل بتصور اثنين ثلاثة أربعة سبعة ما تسعة خمسة أربعة ما بيستعملوا. لا ستة ستة لا بس سبعة إيه تسعة ثمانية. تسعة بيستعملوا. تفسينا كل حرف شو ثلاثة ثلاثة ع ها معروفة. اوكي الخمسة خ خ ايه السبعة ح اثنين همزة يعني مثل الهمزة نعم. الستة طا طا ايه الستة طا ايه يا مارية هيدي ايه بس هو حسب كل بلد. اوكي لأنه في بالأردن شي وباللبنان شي وبسوريا شي تاني، يعني كل بلد بيستعملوا تسعة ديفرنت. تسعة بفتكر التسعة طه بغير بلد بس ليش طه ما في تيه ديجا ما عم بفهم. لا في طه حسب اللفظ في تيه طه بالعربي مثلا طيارة ما بيستعملوا التيه بيستعملوها بغير بلدين. طيب خبرينا شو أكتر عن هالحملة، يعني اليوم كيف بدأت هيدي الحملة وليش رحتوا أكتر شيء على السوشيال ميديا؟ اوكي لقلك شو، نحن نوكيا عنا مكتب بلبنان بقى بناخد عادة انسايتس من اشي عم بصيروا عنا بلبنان وبنعمل كامبين على اساسهم. بقى شفنا كتير نحن عنا كويرتي رينج اعشى رينج اللي هن كلهم فول كويرتي يعني مثل ببين كل الاحرف تبعهم. سو كل العالم صرنا بنعرف انه كلنا تشاتينج اس ام اس ما بنوقف، يعني صايرين انتي سوشيال على الاخر. بقى ذا ايديا كانت انه بيكون اثنين قاعدين مع بعضهم بيصيروا يبعثوا لبعض ما بيقعدوا مع بعضهم بقى قاعدين كل واحد يعني كل واحد لحاله بقى. نعم. الفكره كانت انه كلنا بنكتب بهاي الطريقه في لينجو هيدي الانترنت ما حدا بيقدر يقرا سنتنس كامله، اذا جنريشن معينه ما بيقدروا يقروا هول السنتنسز بقى. وهيدي انسايت تزبط على كل البلدان ونحن لانه بنشتغل للبنان سوريا اردن وفلسطين والسودان سو هي بتزبط للكل. وشفنا انه مستر لغات ناس كلهم بحبون بكل البلدان العربيه. ايه هلا الدعايه اجت فريمان محلها وهن غير انه هن كثير مظلومين ومستر لغه اكزاكتلي يعني فيهم عن جد يكونوا عاملين قعده اكزاكتلي في ما مشان هيك نحن قلنا من نقي مستر لغات اول شيء كثير بحبون وين ما كان.
بعدين مش ضروري يمثلوا دور هو الهن بس الشيء الوحيد اللي عملناه قلبنا لهم ادوار اكزاكتلي يعني. كلنا مستنصرين تكون بالالف هاي هي كانت الفكره يعني. طيب اليوم مستر لغات قالوا لنا روح على فيسبوك شو في على فيسبوك. اوكي اللي بنعمله هو على فيسبوك الايديا كانت انه اذا انت بتروح عندك هيدي الجمله بدك تخلي حدا يصورها حدا يصورك او يصور حدا عم بجرب يقريها بس حدا اكبر منك لانه كتير بضحك شكلهم هن وعم بجرب في عنا كم جمل فينا يعني نشوفون اي عنا وانتو بتكون تجربون يلا خلينا نشوف الجمل على السكرين. انا حزرت مين بده يبلش راشد انا حزرت حزرتهم كلهم كاسكو تي في لاو ام ويتينج فور يو يلا جت تو جو برافو راشد برافو اللي بعده رولا منصور لوف من الاخر اي لاف يو يو لاف مي وي ار هابي امي اي من الاخر اتس سو كول اكس اكس دي شو اكس دي بعرف اكس دي شو هي انا ما بعرف حتى شو اكس دي اكس دي شو هي اكس دي سمايلي فيس اه سمايلي اللي عم يضحك اه هيك يعني يلا اللي بعده سمايلي بينا ختياريه هلا خسان حجر هايدي زيتا اكسلون مور دو رير تيلمون فري اي ثينك يو ار جريت يو ار رايت بونوي صحيح ايوه كريستيان ميشيل ولا طصي انا ولا وحده ولا وحده عن جد ولا وحده ابدا راشد ما بعرف يعني كيف ملحق على كل شيء وخاصه انا بسكت بتنصت على بناتي التليفون من ايدي انا ما بفلت التليفون من ايدي بتنصت على بناتي فيها بتنصت على بناته كيكي هات بتحكي مع حدا جان كل الوقت دائما اب تو ديت هيك انا ما خصني بس انا بتعرفي قد ايه مقهوره قد ايه بقعد درس جرامير فرانسيز وعلى الباسي كومبوزي مش بس ولادي ما حيكتبوا فرنساوي وما رح يكتبوا حتى انجليزي يعني عم ضيع وقتي كل يوم بعد الظهر على الجرامر فرنسيز عن جد هول المساجات اللي بيتصوروا وبينزلوا على فيسبوك صح هول بيتصوروا وبينزلوا على فيسبوك كمان عنا راديو كومبيتيشن وهي الصوره بالمولز كمان عنا فيرتشوال كيبورد بيدعسوا عليهم العالم ليكتبوا الشورت سنتنس بوسيبل وكل يوم بيربحوا تليفون يعني كمان هيدي فكرة موجودة وين ما كانوا كلنا منحكي بذات الطريقة بقى مشان هيك قلنا نحنا كنا عبالنا نحكي عن هيدا الموضوع سبيسيفيكلي اه هلا عرفت ليه ما عرفتهم لازم ميرسي عن نوكيا يمكن اذا صار معي نوكيا بصير دغري 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 من الاخر ولا كادي انه اكيد كتير مهضومة وخاصة عباس وعادل يعني اكيد حلوا الكامبين كتير زوج حلب كمان دعايك والكامبين بتجنن واكيد اي هوب انه يكون هيدا النوكيا جديد انه اذا بدك السلاح تتحاربوا فيه كمان هيمنه الايفون والبلاك بيري والاندرويد لا اكيد عندنا رينج اوف ديفايسز جايين من هلا لاخر السنه يعني كثير وبعدنا يعني نحن كثير مرتاحين لانه بعدنا ماركت ليدرز بس بالريتش اللي عندنا اياه وبالديفايسز الرينج اللي عندنا اياه بفتكر وير دوينج ويل دائما بالطليعه اي اكيد جود لك ثانك يو بي تي دبليو حبيت الفكره باي ذا واي كيسان حجر انا حبيت كثير الكامبين لانه كثير واقعيه وقريبه من حياتنا اليوميه بس بتمنى على العالم انه السوشيال ميديا اللي بنسميها هي انتي سوشيال شوي يكونوا اكثر يتواصلوا مع بعض شخصيا بس جريت كامبين يكونوا اثنين بالاوضه وكل واحد عم يكتب من وين ما كان وين ما كان نحن مشان هيك قلنا انه بدنا يصوروا بعضهم عم بيعملوا هيك تو انتراكت على الموضوع يعني exactly. بدل ما كل واحد لحاله جريت كامبين برافو رشد بحصلي شوفي الكامبين بهنيك عليها خاصة انه نجحت بالفحص اذا لاحظت ايه انت اهم واحد فيه ايه ومقضاها على هيك شيء بس سموير اذا بتسمحي لي اللغة العربية حلوة بشكل خطة حلو مزبوط بقى بدي شوي حافظ عليها بركي حتى لو صعب هذا بس بحب حافظ على اللغة العربية وعلى الخط العربي بالذات نحن معك 100% بهذا الموضوع بس هيدا واقع بقى مضطرين ندوي على واقع وعندكم يعني فول كيبورد بالعربي كمان يعني ايه عنا لاتن وعربي اكيد ازرتي كويرتي ازرتي كويرتي حلو كتير السيدة ميشيل صدي حاتم شكرا كتير لوجودك معنا الليلة بركي بنقول لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا هلا يفوتوا على صفحتنا على على فيسبوك ويكتبوا لنا مساجات ونجرب نحضرهم كمان بسياق الحلقة شكرا كتير ميشيل ثانك يو